مجلس الوطن للصحافة هذه الدورة التكوينية لصالح الصحفيات والصحفيين بجهة دار بيضاء ستات في موضوع مواكبة وتغطية الانتخابات. كما تعلمون نحن عشية لحظة انتخابية كبيرة، لأول مرة في المغرب ستنظم عدة انتخابات في نفس الوقت، فبالتالي كان لابد للمجلس أن يقترح هذه الدورة على الصحفيات والصحفيين لكي يكونوا على علم بآخر المسجدات سواء القانونية أو الأخلاقية المتعلقة بهذه العملية. وننظم هذه الدورة طبعا بتأطير من أساتذة جامعية في مجالات مختلفة. أهم ما نسجله هو هذا الحضور الكثيف والمكثف للزميلات والزملاء من مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والإذاعية والتلفزية، الذين أكدوا مرة أخرى هذه الحاجة للتكوين المستمر، لأنه كما تعلمون مجال الإعلام هو مجال يتطور يوميا إلى ما أقول كل ساعة، لأنه تكنولوجيا الإعلام في تطور سريع جدا على المستوى الدولي، وبالتالي الإعلام هو كذلك يجب أن يسير هذا التطور، والصحفيون هم من يباشرون هذه العملية الإعلامية، وبالتالي كان لازم أن تكون مثل هذه الدورات التكوينية. شيء آخر متعلق بالجانب الأخلاقي، احنا كما تلاحظون في كل دورة من الدورات التي ينظمها المجلس التكوينية منذ حوالي الآن 3 سنوات في جميع مجالات الإعلامية، إلا ونضيف دائما الشق المتعلق بأخلاقية المهنة، لأنه لا يمكن أن نمارس مهنة الصحافة بدون أن نتشبع وأن نحترم وأن نلتزم بمبادئ أخلاقية المهنة، لأنها هي التي مثل البوصلة التي تمنعنا من انزلاق ومن انحياز ومن احيانا من نتحول احيانا الى بوق لجهات معينه اقتصاديه او سياسيه او غيرها. هذه الدوره هي الثانيه او الثالثه بعد ان ضمنا دوره في دائما في مجال تغطيه الانتخابات ومواكبتها. الدوره الاولى كانت في جهه الرباط، والدوره الثانيه كانت في جهتي واد نون وضرعة تفيلالت، ولنا دورات اخرى في باقي جهات المغرب دائما قبيل الانتخابات، على أن نستأنف التكوين العادي إذا سميناه العادي في مجال التحرير الصحفي ومجال صناعة المحتوى، وكذلك في التكوينات الموضوعاتية الإعلام الاقتصادي، الإعلام في النقد الفني إلى غيرها من الدورات في باقي الأشهر القادمة مباشرة بعد الانتخابات إن شاء الله.